لا ما نديرو بلاصه كي بكري الحمد لله. دوك راه قلت تقريبا يجي نهار على نهار كاين لي برا كاين مش كيما في السابق كنا نبقرو كاين لي يبقر من 4 تاع الصباح كاين لي قار حتى ل 12 اللي كان ودروك الحيه نطقت كومام راهي شويه وين نروحو نصيبو الحليب هذا وليهم الحمد لله كي قدمونا الشرف لهنايا رانا نسرجو من هنايا رانا نلحقوا له في وقت المواطن. المرحله الاخيره بدأ من شهر نوفمبر وصلت الكميه الى اكثر من 135 الف لتر يضخها في شبكه التوزيع المحليه، وكذلك يعني الاريحيه اللي ظهرناها انه دخلت ملبنه جديده على مستوى شلفه، بحيث كنا 3 ملبنات تقوم بانتاج الحليب المدعم وصلنا الى 4 ملبنات، بحيث فات العدد من 1700 تاجر تجزئه الى اكثر من 2000 تاجر تجزئه يقوم بتوزيع هذه الماده، وتم اخذ الاعتبار خاصه المناطق النائيه والمناطق اللي كان ربما تشهد بعض الضغط كما لاحظنا، يعني المناطق اللي وصلناها اليوم معاكم يعني على مستوى في عمليه التجزئه، يعني المناطق البعيده اللي ما كانش يوصلها الحليب يتم وصلها، بحيث يكون المواطن في اريحيه.